السلام عليكم. مساء الخير. في كتاب اسمه الحياة الملكية، مو معناها انك تعيش ملك، لا. تسمعون يقولون فلان يحب نفسه، يقولونها بالذراع، يقول انه تسنه ناقد عليه. اولا وثانيا وثالثا حب نفسك. اللي يحب نفسه يقدر يحب غيره. بعدين اذا حبيت نفسك اسعدته، واذا اسعدته اسعدت من حولك. يعني دايم ابحث دايم عن معناها انك تحب نفسك، انك راضي عن اخلاقك، راضي عن طبعك، راضي عن الاشياء اللي تسويها، وايضا تدري ان عندك اخطاء جالسة تصححها. يعني مسوي بالانس، توازن. هذا اشياء تجذب السعادة، تعرف انك قوي هنا وتعرف انك هناك، يعني بين البين. فهذه من الاشياء اللي تجلب السعادة، هذه يسمونه الرضا. انت راضي على اشياء تسويها، راضي عن اهدافك. الساعة والدقيقة اللي تمر ترى كل شيء يتعوض، الا الوقت اللي يروح منك ترى ما يتعوض. فانت حاول تسوي الاشياء اللي تدخل السعادة قلبك، تسعدك. ايضا حاول تصادق الناس الايجابية، اللي يعني يرى ويلتمس لك، يعني مو عذر واحد، اعذار. تسافر مع الناس اللي يعني يرى حتى سلبياتك ايجابيات. يعني ما ادري شو اسمه احد، اظنهم بني العباس او بني اميه، لما جاه يعني لما جت منيته ودنت، قال للي عنده افتحوا ذلك تلك الخزنه. فافتحوا، ما فيها فلوس، انتظر، افتحوا تلك الخزنه. فجابوا اوراق فقال افتحوها، طلع فيها 14 يوم من 50 يوم هذه اللي كان فيها يعني تفضل نفسه واستانس. فأنت حاول، شفت ذاك اللي يقول لا تقتل اللحظة؟ يعني كم اللحظات، كل شيء يمشي وتعوض، كلنا ذاك اللي يعني يزعل ويفرع، لكن دائم حاول أن يكون يعني إيجابي. أنا طبعا أحوج الناس للكلام هذا، لكن دائم تتكلم عن الحاجات الإيجابية حتى تكون يعني في حياتك. دائم 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 دوم، يعني دور على، انحش من ذاك اللي يعني دايم سلبي، دايم نقاد، ودايم يعني دور. يقول ان السلامة من سلمى وجارتها الا تمر على سلمى وواديها. يعني مثلا لما سافرت مع شخص ابو بسام، يعني ليام وسنين سافرت معه، والله ما ادري يمكن اكثر من 30 سفرة. اخر سفرة لي انا واحد بأوكرانيا كانت شهر، يوم واحد ازعلني ما فيه. يوم واحد نقعد علي بحاجة ما فيه. يعني اتوقع انه حتى يلتمسني، مو عذر، يلتمسني الف عذر. يوم واحد يعني ضيق صدري ما فيه، وعلى وين ما ندري، اي بلد ما ندري. يعني في ناس يرى ان سعادته في الاجتماعات والصخب، يحب المجتمع، يحب انه يجتمع، يحب انه يكون يعني داخل المجتمع. يعني وفي ناس لا، يحب انه يكون يعني في الزوايا. انا رجال احب اكون في الزوايا، يعني حتى قاعدة، مكان يضيف لي سعادة بزوره، مكان لا يضيف لي اي سعادة والله لن ازوره. شفتوا ذلك اللي يقولون بيتي تجيد، هذا قاعدتها، مكان يضيف لي سعادة والله لازوره، ومكان لا يضيف لي اي شيء. بعدين ما احب الرسميات وتجود وربط الحزام. بعدين يعني هم يقولون المال والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فابحث عن محبوباتك، ابحث عن نشاطك، ابحث عن سعادتك. أرى ركود الماء يفسده، ترى يعني الجلوس، النعيم لا يدرك بالنعيم. ابحث وقم، ترى هي دقة سلف. يعني لو قمت تحركت تراك رحت وجيت وسويت، وانت قبل لو يومك جالس تلقى انك ما فيك شدة وما لك قدرة، لكن قف. يعني يقول خل الرجل تمشي، يعني خلها تتحرك وبتجي. بعدين يقول حرك الأقدام ولو عد قدام. همش، رح، تعال، استمتع. ترى الساعات زي ما قلنا، الساعة اللي تروح الدقيقة تراها ما تعود، كل شيء تعوض إلا الساعات والدقائق. فاستمتع فيها، وحسب دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق
وثواني. أنا ما تكلمت، ما قلت إنك تلهج ورا الدنيا كيفك، هذا شيء راجع لك. أنا أقول سعادة، أشياء تجلب السعادة، يعني في ما إحنا نتكلم عن حاجات مباحة. تعرفون ذاك الرجال الفقير اللي جاته امرأة جميلة وشافها وقال لها هتتزوجيني؟ قالت نعم هي جميلة، فخذاها وراح للقاضي عشان للملك حتى يملك لها. لما شافها الملك قال له ما تتركين الفقير ذا وتزوجيني؟ قالت بلى. فزعل الفقير وخذاها وراحوا هم للقاضي حتى يفصل بينهم. لما راها القاضي شاف جماله قال أما تتركين الصاحب يعني اللي يعقد والفقير هذا وتتزوجين إلى القاضي؟ قالت بلى. ازعلوا الاثنين الباقين وخذوا القاضي وراحوا فيه إلى الوالي. لما رأى الوالي لما رآها قال أما تتركينها وتأخذيني أنا إلى الوالي؟ قالت لا. فزعل القاضي واللي يملك والفقير، وش سووا هذا الحاكم؟ فخرجوا وقلبوا العامة عليه الملأ. تعرفوا وش معنى كلمة ملأ؟ ملأ من بني إسرائيل ذكرت في القرآن، ملأ معنى ملأ امتلأ دبة، امتلأ من كل شيء، امتلأ من المال وامتلأ من العلم وامتلأ من النعيم وامتلأ امتلأ من كل شيء. فخلاص هو الحين الفاضي يسوي قاضي. هذه الحرمة الجميلة، هذه هي الدنيا. أنا ما جبت لك طريقة ولا قلت أنا أقول لك ابحث عن شيء يسعدك.